شيء مهم جدا، وخصوصا لما تكون تنمية واقعية على أرض الواقع. النهاردة عندنا مشروع أرض الواقع والتنمية الشاملة، ده طبعا مشروع مهم جدا، بالإضافة إلى أنه موضوع بيضم كوادر كتير قوي. مشروع بيهدف في الدرجة الأولى أنه هو يبرز أهم وأجمل الأماكن اللي موجودة في مصر، اللي من خلالها والإمكانيات اللي عندنا المتاحة اللي من خلالها ممكن نقدر نعمل التنمية. فكرة المشروع ده فكرة حلوة قوي، ممكن يكون عندنا أفكار تانية كتير، ولكن الفكرة دي جاية في وقتها. ليه بقى؟ لأن مصر دلوقتي بتعيد بناء اقتصادها من جديد. قالوا علينا ان احنا مش هنقدر نقف على رجلينا، وقالوا علينا ان احنا هنفضل دايما متوعكين في الارهاب وعدم الامان وغيره وغيره والازمات الاقتصاديه، ولكن طالما عندنا عقول شابه مفكره محبه للوطن مخلصه جدا في حبها، فبالتالي ان شاء الله هنقدر نوصل للتنميه الشامله على ارض الواقع. النهارده هنتكلم مع حضراتكم على هذا المشروع، وازاي فعلا هنقدر ننهض بالمستوى الاقتصادي بالتنميه الشامله، وهو مشروع طبعا مشروع ارض الواقع للتنميه الشامله. هنعرف اكتر بكتير ازاي جت الفكره، وكمان القائمين على هذه الفكره من المهندس وليد شعلان صاحب فكره مشروع اعداد القاده، وايضا مشروع ارض الواقع للتنميه. اهلا بيك ونورتنا. واستاذه همت محمد القائد رقم واحد في المشروع، اهلا بيكي، وببقى فخوره جدا اننا عندنا عنصر نسائي يعني متحفز كده ونشط زيك. اهلا بيكي. اهلا بحضراتكم. طبعا في البدايه بنحييكم وبنتمنى لكم يا رب كل التوفيق. التنميه الشامله محور مهم جدا، يمكن دايما لما باكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحارب الارهاب بالتنميه الشامله. التنميه الشامله مش معناها منطقه معينه بمسكها، التنميه الشامله تشمل كل جوانب الحياه واعداد الكوادر الصحيحه القادره ان تتفاعل بشكل ايجابي في المجتمع. فانا بحييكم على هذه الفكره، ومبسوط ان شباب محترم من الجنسين رجال وسيدات، مش بننحاز لحد على حساب الاخر، لان الاثنين الحمد لله ليهم مجهودات معينه، مجهودات تحترم تقدر بشكل كبير جدا. اتمنى يا رب ان يستمر هذا التكاتف بين كل فئات المجتمع المصري في كافه المجالات. هبدا من عند حضرتك، ولو ان ليديز فيرست، بس يعني بما ان الاستاذ وليد صاحب الفكره ورئيس المشروع استاذنك بقى يا استاذ ايمن. هبدا من عند الاستاذ وليد، كلمنا عن فكره المشروع، جات لكم ازاي؟ ازاي قدرتوا تنموها؟ ازاي قدرتوا تطوروها؟ ازاي قدرتوا تعملوا جروب متكامل بحيث ان انتوا تبدعوا في هذا المجال بشكل ايجابي؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا بشكر القناه طبعا للاستضافه الجميله دي، مش اول مره، دي يمكن رابع او خامس مره. ممكن نقدم اربع خمس مشروعات في نفس القناه، سياحه ريفيه، تنميه. كنت معايا قبل كده في سياحه، والنهارده جايب مشروع جديد قوي، يمكن تزامنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال عام الشباب، فكان لازم يبقى في فريق اعداد قاده وكوادر. جميل. الحكومه بتعمل عليها، الوزارات بتعمل عليها، واحنا برضه كاهالي وكجمعيات وكمؤسسات صغيره بنعمل عليها. فكرت في الفكره دي من 10 سنين لما خدت كورس كبير اسمه اعداد القاده والكوادر في معهد القاده في حلوان. ما كنتش حاسس ان انا ايامها استفدت قوي، كان مجرد ان انا ورشه عمل صغيره، قعدت خمس ست ايام، خدت شهاده، بس ما اتكلمتش ما عبرتش. فالفكره ظلت حبيسه جوايا لحد 2011 ما عملت مشروع جبار من مدته سنه، ده مش فكره كورس تدريبي ولا تنميه بشريه خالص. فكره ان انا بعد ناس بتفكر، انا صاحب 14 مشروع عشان كده بتكلم. طب الناس دي ما بتتكلمش، ما عندهاش حاجه تقولها، فلازم اخلق جواهم حاجه. الفكره ان انا اخلق واعلمهم يخترعوا فكره او يحلوا حل. ما ينفعش اروح انقد مسؤول وانا ما عنديش حل اللي بقوله. صح. علمتهم يمسكوا حته من حته البلد، لو حته واحده بس حط لها حل، بس لو كل واحد بقى ايجابي. على فكره انت ماشي في الشارع فاضي ما عندكش حاجه تقولها، لو عندك مشروع مش هتسكت، هتبقى عامل زي العبيط. عارف الواحد زي العبيط؟ انا عامل زي العبيط بصراحه، بمشي الف، اقعد في الميكروباص بتكلم، بقعد في على النت بتكلم، عشان عندي حاجه بتبحث، عندي حاجه اقولها. نعم. عندي حاجه ومشروع او فكره لحل، او لو كل واحد فكر تفكير ايجابي في حته قد كده هتفرق كتير قوي. انما احنا للاسف يعني اكترنا فضيحه. فجات لك فكره المشروع من الناحيه دي. ايوه، وحطيت البذره الاولى ان انا اعمل مشروع. اختار بقى فين واروح ازاي؟ كان موال كبير، وقعدت خطبت الوزارات وخطبت، بس بعد الثوره للاسف رجعنا خطوه لورا، لان مفيش وزير في مكانه، مفيش محافظ في مكانه. تيجي تقدم الوزير يقول لك حاضر، يوم اتشال وزير حاضر، الثوره الحكومه الاولانيه والحكومه الثانيه والمجلس العسكري مفيش. فخلاص بقى يعني نستنى ما الدنيا تهدى. فالرئيس اطلق الاشاره، واحنا بقى خدنا الباور من وراه ان احنا ننفذ. انا قلت انزل انفذ بقى بنفسي، يعني مش هستنى حد. ونزلت اخترت محافظه نائيه، تمام، اسمها بني سويف، يعني مش القاهره خالص. نعم. الصعيد دايما والريف محروم. نعم. ليه ابدا في القاهره برضو كالعاده؟ لا، الفكره الاولى بدايتها عندي شخصيا في الجمعيه او عندنا في بني سويف. اخترت محافظه بسيطه قوي، شبه بسطاء، عندهم طموح وهويه ولكن بدون هويه. عندهم حاجات كتير بس اصلا مش عارفين يوصلوا، عمرهم ما يوصلوا للقريه بتاعتكم دي ابدا مهما كان. فلازم واحد زي وليد يروح هناك يحمسهم قوي ويجيبهم هنا. على فكره انا سهل اطور بني سويف، بس مش عارف اعمل حاجه على فكره، ما اعرفش حاجه هناك. طب ما اطور 100 عقل، اطور 100 شخص واسيبهم هيطوروا بلد، هيطوروا قوي، لان هم عارفين
اهل مكه ادرى وشعبها. انا كنت هعرف منك حالا دلوقتي زي ما قلت فعلا انت محتاج تعمل ايه، اجبت براعه وقلت ان انا بطور عقول وبعد كده العقول دي هي اللي هتطور المكان. لازم اروح طبعا للاستاذه همت. فكره اننا نكون موجودين في مكان كنساء لازم يكون لنا بصمه خاصه، وانت ما شاء الله رقم واحد في مشروع اعداد القاده. كلمينا عن دورك وازاي فعلا كنت بتتعاملي مع الناس، وخصوصا في مكان زي بني سويف العادات والتقاليد مش بيتكلموا مع اي حد، مش بيدخلوا اي حد بيتهم، صعب كمان ان هم يتفاعلوا. قدرت تكسري الحاجز ده ازاي؟ في البدايه احب اشكر حضراتكم ان انتوا اتحتوا لي شخصيا الفرصه دي ان انا اجي واتكلم، ونيابه عن 35 عضو في المشروع، انا من عضو من الاعضاء، فبشكركم جدا واتمنى ان انتوا تكونوا صوتنا دايما. اكيد يا فندم ان شاء الله. ودعمونا. المشروع بالنسبه لي رقم واحد في حياتي. انا لما سمعت عن المشروع كان عن طريق الفيس، وكانت احلى حاجه حصلت لي عن طريق الفيس. يعني بدات اتواصل مع الناس في المشروع، قابلت باشمهندس وليد كلمني اكتر عن المشروع، حسيت انه فكره قويه جدا جدا جدا، حاجه مختلفه عن اللي كان في دماغي عن اعداد القادة والكوادر. اللي كان في دماغي انه كورس بيبقى تنميه بشريه. تنميه بشريه. دراستك ايه؟ انا درست حاسب الي. يعني بعيدا تماما، عشان ما حدش يقول ان انا لازم اكون لي علاقه قوي بالتنميه البشريه او بتنميه المهارات او اعداد القاده. انت بتدرسي حاسب الي بس حبيتي تطوري من نفسك. تمام. وبعدين فلما سمعت الفكره يعني غيرت تفكيري عن اعداد القاده. هو كان تنميه بشريه اللي هو محاضر بيجي بيدي كلام تحفيزي عن النجاح، لازم تحقق حلمك، لازم تثبت ذاتك، وفي النهايه في شهاده، بس الحقيقه والتجارب على ارض الواقع ما فيش. لكن لما شفت فكره المشروع هو ماشي في طرق عمليه بتشتغل على العقل اكتر، في معايشه ومحاكاه، فتمسكت جدا بالفكره وما سكتش. بدات اكلم كل الناس اللي انا اعرفهم واللي ما اعرفهمش برضه، زي ما الباشمهندس بيقول انه الواحد في اي حته بيتكلم مع كل الناس. اصحاب كتير جدا، كنت يعني كنت لحوحه جدا، كنت حاسه ان خير جاي وعايزه الناس تستفيد على قد ما اقدر. اقتنعت بالفكره الحمد لله رب العالمين، وانخرطت فيها بشكل مباشر وحققت رقم واحد. هرجع بقى لاستاذ وليد وتدخلني بقى في المشروع دلوقتي. مثلا لو شباب بيشوفونا وحابين ان هم ينضموا للمشروع ده، ايه اللي ممكن يقدروا يعملوه؟ ده في الجانب الاول. الجانب الثاني ايه بقى؟ التدريب، الكورس بيكون عباره عن ايه؟ الكوادر ازاي بيتم اعدادها بشكل ايجابي؟ ازاي نوصلهم رقم واحد زي الاستاذ همت؟ هو الفكره ببساطه ممكن اي حد يعملها في اي مكان بدون وليد كصاحب الفكره. انا بقولها في التلفزيون النهارده وبقولها على النت بصراحه، ولكن هي عايزه بس تنظيم، حد يمسك على شويه شباب يقف عليهم شهر يعلمهم بس التنظيم ويسيبهم يمشي. تمام. ويحط الاطر وهيمشي لوحدهم، مش محتاجه على فكره حاجه، بس الشعب المصري عشان يستقيم وعشان يرجع عايزه بس في الاول يعني شويه كده تتك عليك. لو التنظيم انت مسكت يعني حته محوريه في المجتمع المصري، التنظيم ده فعلا لو مشينا بيه في كل جوانب الحياه اعتقد كل المظاهر السلبيه اللي في حياتنا هتندثر بشكل. همت اعز حد عندي في المشروع رقم واحد، فعلا جت رقم واحد، وهي يمكن جابت المجموعه. هي من بني سويف طبعا، مش انا من القاهره ورايح هناك اطور في بني سويف. اول حد قابلني بنت. طب تخيلوا المشروع ده 35 كم ولد فيهم؟ واحد. تخيلوا حضرتك بتقولي ده 34 بنت ولد، والولد اسمه ايمان. لا والولد اسمه ايمان. عارف حاجه بتخوف. ده ايه التنظيم بقى يا استاذ هيام؟ مش ولد. انا عايز اقول بس اقتناع الشباب الصغير، حتى الشباب الصغير اللي في السن ده يعني لسه بعيد، البنات عندهم القدره اكتر. صح. البنات يعني حقيقي. حته ليكم حقيقي شوف متميزين في كل مكان. لا رجاله بقى شويه. طبعا. بس انا متاكد ان المجموعه اللي جايه هتبقى الاولاد. ليه؟ الولاد هم عايزين ما يجربوش الاول، فلاقوا اختهم جربت فنجحت، انا عايز زي اختي، عايز ابن عمتي، زي واحده بحبها بس هو شاف حد. طب هي نجحت في اتغير. ايه؟ نجحت في ايه؟ البنات عندها حته ان هم عايزين عندهم وقت وعندهم حنيه وعندهم قوه وعندهم انتماء للوطن. بصراحه يعني اكتر من رجال شويه. احنا عندنا ملهيات كتير، عندي مثلا بعد التخرج عايز اتجوز، وانا بلعب كوره، بلاي ستيشن، انما انتوا يعني قليل الحيله شويه. فبتطلعوا الطاقه دي في طبعا في جامعات اهليه، في تطوع. صح. فدي حته منهم لقيتهم هي ابن دماغ، كمان هي ابن دماغ، يعني الناس دي متطوعه في جامعات اهليه كتير، بس بينفذوا بس. انا علمتهم يبتكروا مشروعات. يمسك مثلا الزباله في الشارع ما يقولش ايه ده، يقول هجيب لها حل منين. هو ده يعني عارف، في ملف بيتفتح دماغ كده، هو بيشوف حاجه غلط ازاي حلو. انما زمان ايه ده، انا مالي، الناس بتتخانق ماليش دعوه، في مشكله انا مالي. ده دايما طبيعتنا كشعب مصري، ولكن احنا بنعلمهم هناك بقى ازاي يبتكروا. ولكن المشروع بقى له اطر غير طبيعيه. انا مش بروح احشيله فكره في دماغه خالص، انا بقول انا هعد قائد. يعني مثلا لو المحافظ النهارده مراته بتولد، يقعد جنب مراته ولا يروح المحافظه؟ يروح المحافظه. لان طبعا انا بعلمهم ازاي يبقوا تنظيم. على فكره كلهم صفر، عملت لهم غرامات 10 جنيه، اللي بيتاخر دقيقه بيدفع 10 جنيه. ما هو هتكلم في التنظيم دي جزئيه محوريه. بس على فكره مين اللي حط الغرامات؟ هم عارف هم امتى؟ لما سخنتهم بمحاضره، محاضره
فكانوا يومها بقى لسه حرقين قوي، باشمهندس حط 10 جنيه اللي يقدر، بس ساعتها بعدها حاولوا يرجعوا بس انا مش هرجع. فال 10 دفع 50 جنيه لحد بالعكس استخدمت مبدا الثواب والعقاب بشكل مباشر، وهم اللي حطوه الاول مش انا اللي حطيته. وبيها اشتغلنا على فكره بقى في تنظيم غير طبيعي، اكتر حد كان مسيء في التنظيم الاستاذ همت. طيب سلمينا بقى على الاساءه بتاعتك وازاي بقيتي رقم واحد، اعتقد العكس على فكره. اتفضلي يا استاذه. وكمان كان سؤالي ليكي استجابه البنات، باشمهندس وليد قال انه ما شاء الله جزء كبير جدا من المشاركين 34 بنوته، ده رقم كبير ومش في اي محافظه، في بني سويف. فالقائد رحاب خلينا ناخدها الاول، القائد رقم 20 اهلا بيك، انا سعيده بكل العناصر النسائيه النهارده. الو القائد رحاب. يا استاذ رحاب الاتصال. طب لحضرتك ترجع لنا رحاب، قولينا بقى يا همت ازاي بقيت رقم واحد بشكل مباشر، ازاي قدرت تتفاعلي مع الجانب التنظيمي، واعتقد الجانب التنظيمي ده جانب محوري، وبما ان انتم مجموعه سيدات بشكل كبير جدا فاعتقد ده المفروض بتتوائموا مع بعض بشكل مباشر يعني. كلمينا عن الاهداف، الكرسي كان عباره عن ازاي، مدى استجابتكم بشكل مباشر، مش بس حضرتك كرقم واحد كمان باقي الجروب اللي موجود معاكوا 34 بنت، طلعينا بشكل كبير كده عن الموضوع. الفكره في البنات ان هم دايما بواخدنا تحدي، لان دايما حقهم مهضوم، وخصوصا عندنا في الارياف. انا من ريف يعني، انا من قريه ريفيه. طب انا استاذنك رحاب رجعت لنا تاني. رحاب اهلا بيكي. رحاب الو اعتقد انطبق عليها غرامه بقى. رحاب اهلا بيكي نورانا. احنا سعداء جدا بوجودك معانا، وحابه اعرف منك برضو دورك في المشروع. الو سامعانا رحاب كده؟ تمام رحاب ممكن. أيوة حضرتك. طب كلميني يا رحاب عن دورك في المشروع وقد ايه. طيب رحاب اقفي في مكان في شبكه، يا اما حاولي تكلمينا مره ثانيه. انت سامعانا كده؟ الو ايوه مع حضرتك رحاب. كلمينا عن دورك بشكل عام في هذا المشروع، ويمكن احنا بنتكلم دلوقتي عن اعداد كوادر شبابيه، قولي لي بقى ايه اللي تم، ايه اللي حصل بتعاونك مع الاستاذه هبه والمهندس وليد، اطلعينا بشكل كبير كده عشان تكوني كده نقطه ايجابيه جاذبه للعديد من الفتيات اللي زي حضرتك. طيب استاذه رحاب انا بشكرك، الصوت مش واضح، انا بشكرك شكرا جزيلا. هرجع لاستاذه همت مره ثانيه، كنت بتقولي ان البنات فعلا عندهم طاقه، بس النقطه اللي انا كنت بسال عليها في البدايه فكره ان هم ينزلوا ويتعاونوا معاكي، فكره ان هم يخرجوا ويتعاملوا مثلا مع استاذ وليد، العادات والتقاليد، ولو واحده مخطوبه واحده متزوجه ايه كان الحال بيمشي ازاي؟ هو ده حالنا الطبيعي، احنا دايما في صراع في كل حاجه حوالينا، بس مع ذلك مستمرين يعني. احنا كل بنت موجوده في المشروع مصممه، عندها هدف وعايزه تمشي في طريق معين، فمصممه. خطيبها بتحاول تقنعه، بتحاول معاه بشتى الطرق، اهلها نفس القصه. وانا شايفه ان البنات عندهم قوه في كل حاجه بجد بجد، مش تحيز بجد، بس فعلا حقيقي احنا عندنا قوه رهيبه. انا ليا قصه كده بس مش عايزه ادخل في تفاصيل. ممكن تقولي لكن حاجات بسيطه، انت كنت فعلا بتتحدي حاجه معينه، موقف معين وقدرتي تنتصري؟ انا فتاه ريفيه، المفروض ان انا كبيره شويه في السن عن البنات اللي موجودين في 30 سنه. وده سن جميل. المرأة مش دايما بسنها. طب يديك طولة العمر يا رب. طب كلمينا بقى يا رحاب، ادينا بشكل كبير. همت. كانت رحاب معانا واحد كلهم اعتقد يعني، طبعا في جروب واحد كلنا حضرتك بتقول اسمها يعني كأنك قلت اسمي لما تقول. ربنا يخليكي تسلمي لي يا همت، اتفضلي. ربنا يكرمك. فتاة ريفية في السن ده بتخرج وتروح شغل وبتتحرك كتير ومش مرتبطة والكلام ده، النظرة نفسها حتى وانت ماشية في الشارع بتحسي ان في حاجات صعبة. الكلام ده كان بتعبني نفسيا يعني، انا بيأثر فيا قوي، بس كان قبل المشروع. لما جيت المشروع حسيت اني واقفة على طريق قوي، وحاسة ان هيبقى في انجاز هوريه لهم، فببقى يعني دلوقتي بقيت قادرة امشي، حاسة يعني واثقة في نفسي اكتر، مسألة وقت بس وحاجات كتير حلوة هتيجي. فبالنسبة لي مشروع حقيقي حقيقي أثر في حياتي بشكل قوي جدا 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 جدا. وهو بقى رقم واحد في حياتي وان شاء الله مش هتنزل عنه. طيب باشمهندس وليد، اعتقد لما ندي نموذج ايجابي للشباب ويكون عملي على ارض الواقع افضل ما احنا نكون كلام وخلاص. حضرتك تعلم ان الشباب تحديدا بعد مستوى الجامعه بيبقى عنده محمل بالعديد من الطموحات، محمل بالعديد من الامال، وللاسف الشباب المصري مش عايز اقول يعني يمكن جزء، خلينا نقول جزء قليل جدا، لما بيخوض تجربه وبتفشل بييأس، بيقعد محبط لفترات طويله جدا. اذا اعتقد هدف واضح من هذا المشروع ان احنا نشيل هذا الاحباط ونشيل السلبيات، وبالعكس نخلق نماذج رائعه، نماذج عندها طموحات وامال بشكل كبير. نصيحتك بقى للشباب اللي ممكن تقدمها لهم من خلال هذا المشروع،
ولو تضرب لنا كده جزء عملي، انا كشاب دلوقتي متخرج من الجامعه وعايز انخرط في حياتي واكون شاب ايجابي، هتحتضنني ازاي وايه اللي هتقدمه لي يا فندم؟ طيب هو الاول انا بحب اقول حاجه دايما، انا مش مركز على الخريج اكتر من طالب الجامعه. طالب الجامعه الاهم ليه؟ انا في الجامعه كنت في هندسه كان معايا 1000 طالب، وانا كنت طالب ما كنتش عارف حاجه. نعم. فلما خرجت بقى معايا عقل بس مش لاقي الناس. لو انا في الجامعه كنت كل يوم حاطط افكاري لل1000 شاب، تفرق كتير. فبناء الشاب الجامعه لو بقى بيفهم يا نهار ابيض هيعمل حاجات بينعكس عليه بعد كده. بعد كليه التجاره 5000 واحد وكليه حقوق 7000 واحد وبيهزروا، لو واحد كان مسك المايك واتكلم كلام مفيد هيجيبهم كلهم وراه. ولكن بعد ما بطلع من الجامعه ما بعرفش اتلم الا 5 6 اصحاب. فده اللي انا بعمله، انا بجيب شويه كبار وشويه خريجين جداد وشويه طلبه، الاكثر عندي طلبه بتنوع يعني بشكل كبير. الاهم طلبه الكليه والاهم الثانويه، انا شغال على فكره مع اعداديه كمان. بس انا عايز اقول ايه؟ زي ما قلت لك الرئيس قال تمكين الشباب. فيجي شاب قاعد يقول لك الرئيس قال اتمكن، طب انت عندك حاجه؟ عندك فكره؟ لا بس الرئيس قال. مش فاهمين حتى الرساله الصريحه يا جماعه، ده عنكم بس خليكم ايجابيين، خليكم. دي الحته رقم واحد لازم اوجهها لشاب، لو سمحت اطلب التمكين ولكن بعقلك وقلبك وايجابيتك، رقم واحد. تمام. رقم اثنين زي ما قلت لحضرتك احنا بنقضي مثلا في ناس شباب يقعدوا مثلا يوم الخميس على كافيه بيشربوا حاجه ساقعه بيقعدوا ساعتين ثلاثه بيكلموا في حاجه مفيده؟ لا. طب ما نعمل برضو يوم الجمعه او يوم خميس وخميس مره نشرب ونهزر ومره نتكلم في اي حاجه مفيده. لو انا وحضرتك النهارده مسكنا اي حاجه صغيره واتكلمنا فيها 10 دقايق هنجيب لها حل. صح. طب ما نعمل كل قاعده، احنا عندنا بقى 52 اسبوع كل اسبوع بنحط مشكله من مشاكل بني سويف ومشكله قصادها في البلد. بس الحلول دي الناس تقعد تقول لك اصل انا ممكن اقعد افكر، اصل انا ممكن اقعد ابتكر، بس المعوقات اللي حواليا ممكن تخليني. انا جيت لك على نقطه الحساسه انا عارفه. ايوه بالظبط. فكره اننا نتصدى للمعوقات دي، وقبل ما اعرف منك المعوقات اللي بتقابلنا احنا شخصيا، المعوقات اللي قابلتك انت في تنفيذ المشروع وانك توصله للنور وفي التعاون حتى مع الجهات المسؤوله. طيب السؤال ده بقى جميل قوي، لان انا خبص في المحافظه الصريحه، انا رحت المحافظه او رحت بني سويف ما اعرفش حد هناك، انا راجل غريب عندي فكره اختار فين، اخترت قرعه كده بني سويف. رحت هناك اجرنا مقر للجمعيه وعلنا على الفكره ورحت للمسؤول راس الامر في المحافظ. تمام. عملت له ورقه جميله بالمشروع كامله في كذا كذا، كتبت له في اخر جمله كده جميل قوي ظريف يعني. الراجل ده مهندس الشريف حبيب محافظ بني سويف، تقبل الفكره قال العرض والافاده واشتغلوا بصراحه. بس يا فندم يا ريت ما حدش يتدخل فيها من الموظفين، سيبوها لنا يعني بس تحت رعايتك، مش عايزين دعم مادي ولكن عايزين دعم فني يعني زقونا زق. فعلا عمل الزق. الكارثه الثانيه بقى دي كانت معوق الاول ان المحافظ او المسؤول ما يجيبش، لا بصراحه يعني استجاب الحمد لله انا ابصم بالعشره يعني كويس. رساله جميله مني تمام، وزميل الهندسه وراجل محافظ فده واحد قوي. رقم اثنين بقى اهالي الاولاد البنات الريفيين كانوا ضد البنت عايزه والاب مش عايز، الولد مش عايز والاب عايز يعني العكس. طب اعمل ايه؟ اروح لهم زياره البيوت بس البنت تكون عايزه تيجي تقول عايزه اقول لها اديني ميعاد مع ابوكي، عارفه بجد بروح بس ياخدوني بط يعني. وده دورك بقى المفروض في اقناع الاولياء الامور يعني، ده مهم جدا لو يعني. لازم الغدا بط يعني، هو ده مش بط ممكن تاكل داخل على تيل بقى. المهم اروح عند الاب، فطبعا الاب شايف بنته هي انضمت ايه، ما درست وعملت وفي الاخر فاشله وقاعده ما بتشتغلش، ايه اللي هتستفادوا يعني من المشروع ده؟ فبيقول لي يا سيدي فما انا بتكلم ساعتين قدامه بيقول لي انت دماغك حلوه قوي، قلت له بنتك هتبقى احسن مني بعد سنه والله هتبقى احسن لان مشاكلها اقل مني، انا بقيت اكبر وعندي حاجات اكتر. بيتحمس بقى للمشروع يقول لي بجد، قلت له اوعدك. ففي الاخر يقول لي انا اسف يعني، طب خد سوري يعني خد دي ونبي طورها لي يعني. قال لي انا شايفك بعد فتره ممكن تكون وزير، قلت له بنتك هتبقى تحت مني. ايه رايك؟ لو وقفت لها هتندم بعد 4 سنين وشايفني كده وزير قدامك في يا لو سبت البيت. جبتها له من طريقته هو تفكيره كده. تمام. فكل اب في ناس رفضت خالص جدا، لا بس الحمد لله مفيش اب دخلت له انا لما رحت له. فالبنت اللي جايه تقول لي ابويا اي معوقه حطوا لي يا فندم حتى لو خطيبك بروح له. عارفه دلوقتي بقى في حاجه جميله قوي، في بنت كان جاي لها عريس فقالت لهم لا انا مش هوافق الا مستر وادي يجي يقعد مع العريس. Yeah. شوف طموحه، ما هو بص البنت اللي عندها طموح لو جوز واحد اقل منها طموحا مش هيكمل لها، فاقعد معاه وافق ام بالدماغ. عايز اروح لهمت وتقولي لي بقى شعورك بعد ما الحمد لله اخذت كورس وكتستي وبقيت رقم واحد، يعني اختلاف تفكيرك في المقام الاول قبل ما تاخدي الكورس ده ودلوقتي، اختلاف طموحاتك، اختلاف رؤيتك للحياه بشكل عام، انت كشخصيه دلوقتي شايفه ممكن يكون هدفك في المجتمع بعد ما اخذنا الكورس ده الحمد لله رب العالمين ونجحنا فيه وتميزنا يعني وقدرنا نقنع اولياء الامور زي ما قال المهندس وليد وقلنا الحمد لله رب العالمين تميزنا وتزللت كافه العقبات، قولي لي بقى ونورينا بشكل عام يعني انت دلوقتي اختلافك الجذري بشكل كبير عن ما كنت عليه قبل ما تلتحقي بهذا المشروع. هو زي ما قلت لحضرتك في البدايه موضوع ان انا من قريه ريفيه وضغوط وحاجات بتعرض ليها ده كان بيأثر في شخصيتي، بيخليني انطوائيه اكتر، بتحاشى الكلام مع الناس عشان اسئله معينه عشان حاجات معينه، وده كان بيأثر برده بالسلب عليا، بيخسرني حاجات كتير، بيحطني في مواقف كتير محرجه. بس بعد ما دخلت المشروع بدأت
طريقتي في التفكير تختلف، بقيت اشوف الناس بعين تانية، عين ايجابيه بقى، اللي هو يعني اشوف الناس مش بس ان انا ابقى متضايقه منهم، لا عارفه ان انا هكسبهم، ممكن اديهم عذر. وجودي في المشروع اثر على حياتي وشغلي، خلاني ايجابيه اكتر. مستوى طموحاتك بقى كبير، بفكر عندك امل أكتر في الحياه بشكل كان اكبر. كان في حاجات ما كنتش يعني ببص ليها، بقيت دلوقتي ببص، عيني بقى تجيب ابعاد واكتر. مستوى التفكير نفسه طبعا مختلف بشكل ايجابي. يعني حاسه اني عايزه اوصل للعالم، عايزه اوصل فكري، عايزه اوصل. كنت عايزه تشتغلي ايه في الاساس؟ هو انا ما انا مدربه ISDL، ده شغل اساسي. كنت حابه نفس الشهاده تشتغل بيها نفس المهنه؟ تمام. بس كنت عايزه بقى يعني ISDL دي تبقى اسمها همت محمد، يعني لما يتقال ISDL يتقال همت محمد، ده كان طموحي. لما جيت المشروع حسيت انه عايزه اكتر، يعني مش بس ISDL، لا انا عايزه اوصل اكتر. طب تعالي نبسط الفكره، لان المخرج استاذ ابراهيم اشار لنقطه مهمه جدا، احنا عايزين نبسط الموضوع للناس، هم لما يدخلوا هينجزوا ايه. انت كبنوته دخلتي المشروع، وجهه نظرك اتغيرت، بقيتي متفائله، بقيتي طموحه والى اخره، لكن في الاساس بقى في الحاجه دي المعنويه، الحاجه الملموسه ايه؟ انا عايزه شايفه استاذ وليد عايز يعلق، اتفضل وهاخد الاجابه. طيب هو المشروع، هو الهم احنا ما اتكلمناش عنه كداخليا. المشروع عباره عن خمس مواد دراسه او خمس محاور او خمس المحور الاولاني بتكلم على تصفيه العيوب اللي فينا. بقى في قدام مجموعه اسره بعترف بعيوب، عيب من عيوبي وبيساعدوني فيها. احنا عملنا اسره من 15 او من 20 مع بعض سنه، المشروع سنه يا جماعه، سنه مش شهر، 52 اسبوع، كل مره 6 ساعات، مشروع مهول 400 ساعه، يعني مش كورس تدريبي. بقى بتكلم عن عيوبي، باخد ثقه بنفسي وبتكلم مع ناس، بكسر حاجات اللي جوايا وبعترف باول حاجه انا عندي عيب معين وساعدوني في حله. رقم اثنين بتكلم عن مبادرات وحملات توعيه، ازاي انزل للشارع واغير ثقافه واحد مش 100 في الشارع، بس بثقه ال 20 بنزل بيهم وقوه الفريق. رقم ثلاثه بنتعلم التخطيط والتسويق على مشروع بنحاول ننفذه، هو 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 عملي شويه بس بسيط. رابع حاجه بنمسك منظومه بني سويف منشاه حكوميه، انا شايف ان هي مش مظبوطه قوي، تقمص دور المدير واحط لها حل غير طبيعي وتخطيط غير طبيعي ذات التطور على الورق، بس لما تبقى على الورق وتطلع مش هسكت، هروح للمحافظ واروح مش هسكت، انا بخلق جواهم امسك منظمه انت فيها، مستشفى، مدرسه، مكتبه، اي حاجه بتروحها شايف فيها مش حاجه مش مظبوطه حط لها تخطيط. خامس حاجه بنمسك منظومه عامه على مستوى مصر، التعليم هنقعد نشتغل احنا ال 35، تخيل 50 واحد بيدرسوا في التعليم لمده سنه هيطلعوا ايه؟ يطلعوا انتاج، واحنا طلبه، يعني انا اقدر واحد بالتعليم مش اللي فوقي قوي. نعم. يعني جهه تنظيميه بشكل عام. الدعم مهمه جدا يا باشمهندس وليد، حد مدعمكم؟ وفي ناس كتير بتقول انه ممكن انا لما اخد كورس او دوره تدريبيه زي دي ممكن تروح ادفع فلوس كتير، طب انا هستفيد ايه؟ طمن الناس من الناحيه دي. هو للاسف طبعا احنا خاصه يا فندم كمان ان العديد من الجهات خاصه في موضوع التنميه البشريه، خد كورس التنميه البشريه بكذا، خد كورس التنميه البشريه، فعشان كده حابين تطلع لنا بشكل مفصل، هل في حد بيتقاضى ربح؟ ايضا الجهات اللي بتدعمكم بتديكوا ربح بشكل كافي؟ طيب. ولا ده بحيث ان احنا ننمي الشباب؟ كورس التنميه البشريه زي ما قلنا هو كلام، لو عايز تنفذ ما تلاقيش، احنا بقى معاهم، انا معاهم للسنه، يعني تعال ننفذ، تعال ننفذ مع بعض، يعني انا اقول لك كلام ليه؟ تعال نقول كلام وتعال ننفذه في الشارع، تعال نقول كلام ونروح للمحافظ، على فكره لما رحنا للمحافظ اول مره يقابل المحافظ، ما كناش مصدقين، المحافظ لما سمع بينا بعت لنا، وقال المحافظ ممكن يقعد معانا؟ فراحوا قعد، لما قعد رجعوا هناك صواريخ. بعد الحلقه دي عندهم عزيمه بقى وعندهم بعد الحلقه دي احنا قعدنا مع المحافظ عزيمه، بعد الحلقه دي برضه هتسكت او مرتفع التلفزيون مش هتسكت، والباقي هناك هيجي عايز يجي فهيجي اكتر، لان خلاص ده كان كلام بقول لهم كلام من شهرين بس ممكن ما يتحققش يا باشمهندس، حد يسمعنا؟ المحافظ يقعد معانا؟ فما صدقوش لما قعد معانا. الكورس ده بفلوس ولا مش بفلوس؟ الكورس ده سنه ب 300 جنيه، ده كلام فاضي. سنه مش نفسي حد عباره عن ايه المصاريف دي؟ هل الناس اللي بتدي الكورس ولا مصاريف احنا مقدرين نشقى هناك ب 2000 جنيه في الشهر، ومعانا سكرتيره ب 2000 3000 جنيه في السنه 36000 جنيه، انا معيش اصلا ربعهم، انا اللي بصرف على المشروع للاسف. يعني بس مش بس قيام المشروع بشكل عام. طبعا هل في راعي محترم كده هيحط فلوس ويساعد؟ لا، انما يعمل حفله ممكن، انما يرعى على فكره. الاعمال ايه الاخبار؟ رحت لهم على فكره اداني سويف واحد، انا بفضح بقى سويف واحد واحد بجد. انا هو لو في حفله ندعم معاك، لو في رحله ممكن دعم معاك، انما تثقيف ناس او اضر على ايتام او ابني مسجد، طب ما تبني اقول بصراحه هو ده هيبقى خير، مش مقتنع بالجزء ده. مش حاسس ان هي حاجه ملموسه. فقلت خلاص انا هشتغل شهرين ثلاثه اطلع لهم ثمره، فممكن يقنعهم بعد كده. يا جماعه انا ممكن اجيب سبونسر من القاهره. عملت كده ولا ده اول ثمره اهو، بعد كده هبدا بقى. لا لسه هروح بقى ان شاء الله. بس والله هم راحوا لهم، والله ما عبروهم، عارف كل واحد يقول لك ايه؟ لو في حفله ممكن ادعمها، لو في سباق في الشارع او ماراثون ممكن يا جماعه، عشان ولا يكون فيها صوره. هو مش فاهم الموضوع قوي للاسف، بس انا بصرف على المشروع من جيبي، انا مهندس، انا سايب شغلي سايب حياتي، عارف ليه؟ لان فكره ربنا ادهاني، ربنا لما بيدي فكره لحد خدميه بيختار واحد يعني بيصطفيه، يعني الرسول برساله دنيويه، انا عندي اللي يكون دي قوي، شايف ربنا دي وما على الرسول الا
انا ببلغ، انا على فكره بحطها في طوقك، بقول لك اتفضل يا فندم دي فكره كويسه قوي ساعدني فيها، فبالتالي شغلي ولا ولادي، انا دي عند ربنا دي اهم، عارف ليه؟ شغلي في 100 واحد يعمله، دي ربنا اختارني بس، لو ما عملتهاش ربنا هيديني ما استحق لو قصرت. فانا رايح هناك بضمير، بضمير زياده عن اللازم، بس اتمنى الناس يعني انا مش عايز الناس تدعمني، بس ما تقفش ضدي، يا ضعاف النفوس ان لم تعطونا صوتكم فاعطونا صمتكم، ومش ساكتين برضه، عارف ليه؟ انا بثقف اقول، فبالتالي في ناس هناك ماسكه المايك، فبالتالي انت كده بتفضحهم شويه، فحاسين انك هتطلع جيل بيفكر، فبالتالي هيلسوعهم، فبالتالي تموت الفكره. هو ده اللي احنا عايزينه، ان الجيل يبقى بيفكر، واحنا معاكم خطوه بخطوه، وما تيأسش، ده مكانك، واكبر دليل على ده ان دي مش اول مره تشرفنا. كنت ضيف عزيز طبعا على قلب اللون الاخضر، وكلمت عن سياحه ريفيه وعن مشاريع تانية كتير، يعني احنا موجودين، احنا بنشجع الشباب، احنا بنشجع الفكر، ويمكن لو عايز تضرب اي شعب في الصميم مش محتاج جيش، انت محتاج تخرب العقول، ومحتاج تضلم النور اللي موجود في القلوب. فانا بشكرك بجد يا باشمهندس وليد، وبقول لك ما تيأسش مهما كانت الاحباطات، وعلى فكره انت هتقابل كتير ناس ممكن تكون محبطه، ولكن طول ما انتوا ايد واحده ويهمك دايما عندك شجاعه وعندك حماسه اكيد هتقدري تغيري. انا بشكرك شكرا جزيلا للبشمهندس وليد شعلان صاحب مشروع اعداد القاده، شكرا جزيلا ليك، وطبعا الجميله همت محمد القائد رقم واحد، وان شاء الله تنورينا، وانت عامله بقى حاجه مبتكره كده في مجال الاي سي دي ال، وتكوني فعلا مثل يحتذى بيه. انا فعلا نفسي كل الفتيات يكونوا ليهم دور. ربنا يوفقك يا فندم، ونتمنى يا رب ان يكون ان شاء الله في ابداع بشكل كبير. الياس دايما بيؤدي الى الانهيار، عشان ميعاد الفقره اللي جايه، وده شيء مهم جدا اننا نحاول ما نيأسش. وانا بشجعك، وبجد كل بنت وكل ست، انا حابه اركز على النقطه دي، لاننا بنحبط من حاجات تانية كتير، اب مش عايز، زوج مش عايز، اخ، مجتمع، ولكن كل ده احنا بنقدر نتصدى ليه طبعا. خلي الامل، يعني اعتقد لو الامل تصدر كده حياتنا، اعتقد ممكن نبدع في كل طبعًا. المجالات بالشكل كده. بتمنى لكم التوفيق، وقادرين باذن الله تعالى في المرحله اللي جايه ان يكون هناك تبني حقيقي من قبل الدوله للكوادر المبدعه، وتحديدا من الشباب. اذا كان الشباب هو العمود الفقري لهذا المجتمع، فواجب اساسي على هذا المجتمع ان يحتضن هؤلاء الشباب. شايفين عندنا عقول مبدعه، عندنا افكار ايجابيه، عندنا شباب بناء، ولكن محتاج الاحتضان. الاحتضان يتمثل ليس فقط من قبل الدوله، لكن مؤسسات المجتمع المدني. يمكن الاستاذ وليد قال ان هو راحوا لاعضاء مجلس شعب او رجال اعمال ما احتضنوش الفكره، لانها مش فكره ترويجيه بشكل مباشر. قالوا احنا ممكن ندعم حفلات، طب الى متى ندعم الحفلات ومفيش اصلا عقول ممكن تدير هذه الحفلات؟ الى متى ندعم الحفلات والمهرجانات بحيث ان احنا ما يكونش عندنا عقول؟ اعتقد واجب علينا في المرحله اللي جايه ان احنا ننمي هذه العقول وهذه الكوادر الشبابيه، وان يكون هناك احتضان كافي من قبل الدوله، ومن قبل ايضا مؤسسات المجتمع المدني، حتى نتمتع بشباب مخلص صادق قادر على بناء الدوله، وقادرين ان شاء الله باذن الله تعالى نتخطى الصعاب. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم مشاهدينا في ثالث فقرات برنامجنا الحواريه، انتظرونا.